شهر تشرين الأول من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي ودعم مريضاته، وأحد أكثر أشكال هذا الدعم فعالية هو سماع قصص النساء يلي حاربوا المرض وانتصروا عليه. فقصصهم تمنح المرأة يلي لسه عم تخوض معركة العلاج أمل بالنجاة من مرض ما زال بأذهان الكتار مقترن بالموت. جميلة النجار، سيدة استطاعت إنها تتغلب على سرطان الثدي. اكتشفت المرض بال2015، كانت سنة صعبة كتير، مرقت بصعوبة. اكتشفته عن طريق تصوير ماموغراف، كان وقت كتير كتير صعب علي. في ملاحظة صغيرة، إنه أنا عملت فحص عادي، حسيت إنه في شيء بصدري ورحت فحصت بالمشفى. دكتورة ريحتني، قالت لي مو مبين شيء، مو واضح شيء، ممكن أنت تكوني متوهمة ممكن، بس هي نصحتني الدكتورة إنه أنا روح راجع وأعمل صورة ماموغراف. بس أنا ارتحت وقتها وما رحت ساويت، أهملت نفسي. فنصيحة لك، لا تهملي حالك. مرحلة الكيماوي هي مرحلة صعبة، ما بقول لك لا، بس المشكلة فيها إنه أنت ما بدك تضلي حاطة ببالك إنه والله أنت عم تاخدي دواء ممكن يساوي لك ويساوي لك. هي أعراض كلها مؤقتة، كلها بتروح وبتمشي، ما بتبقى معك، إلا إنه أحياناً بتحسي بتعب، بتحسي بهي، وهذا مو شيء قدام إنه أنت تضلي حاطة قدامك هدف إنه أنت بدك تشفي. السيدة جميلة حبت تشاركنا بقصتها بالأيام الأخيرة قبل ما نختم شهر التوعية بسرطان الثدي. حسيت كتير كتير إنه انزعجوا وتألموا بكيوا، بس كانوا كتير داعمين إلي صراحة، وخصوصي ابني وأختي. عندي ابني وزوجي نفس الشيء، تحسيهم هيك إنه بس بدهم ياكي إنه معلش، كل شيء بكرة بيمرق، كل شيء محنة الواحد بيمرق فيها. أنا حاولت إن أكون قوية ومشانه. كل المناطق صار في أجهزة ماموغراف بكل المشافي، في عندك بالمستوصفات، في أنا لما أجيت أصور ما كان في حوالي إنه قرني صور فيها قريبة، فاضطريت أنزل مشوار طويل وأحجز قبل لأقدر صور. أنا لو كان متوفر وقتها كنت دغري ساويت الصورة وما تعرضت لكل هاللي تعرضت له أنا هلأ. هلأ بإمكانه كله يطلع ويروح يصور، طمني على حالك، أحسن ما توقعي بالمشكلة تردي مشكلة أكبر من هيك. لازم يكون في دعم، لأنه أنت بتمرقي بلحظات كتير صعبة، بتمرقي بلحظات ضعف كبيرة، هو سببه الألم مو أكتر من هيك. فيا ريتهم إنه اللي عنده بأي عيلته، بعيلته واحد مريض، يدير باله عليه. الدعم النفسي هو أكبر شغلة بيحتاجها المريض بهالمرحلة.